السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم جيتكم وصفه اخرى اللي هي البوراك. كما راكم تشوفوا انا حضرته شويه من قبل، عندي لحم بيونداشي والزيتون، وعندنا البرخيل يعني المعدنوس، وبصل انا رحيته لانه ولادي ما يحبوش، يحبوه مرحي ما يحبوش يبان، البنات ما يحبوش، انا درته بنه. دوش حبات بيض كما راكم تشوفوا، يعني خلط كل شيء مع بعضه. هذا درك نزيد ندفلو شويه برك تاع الماء ونديرو على الفرن، يعني نطبخو شويه على الفرن، ولكن حاجه قليله تاع الماء. عندنا هذه البطاطا بعد ما سلقناها، عندنا ملعقه نتاع فورماج، وعندنا نوعين تاع الفورماج، وعندنا ديول. والان نبداو، الان كما راكم تشوفوا اللحم المحشي تاعي راه طابلي، يعني درت له غليته في الماء شويه باش ما شي حاجه. وهاي عصت البطاطا تاعنا، درت لها مغرفه نتاع الفورماج او الكيسو، ونخلطوها. الان نضيفوا الخليط نتاعنا هنايا كله مع بعضه بعد ما سلقناه، نخلطوا الخليط مع بعض كيما تشوفوا هكذا. مازال شويه سخون، انا نخلطو نخليه يبرد باش نبدا نعمرو، سينو نعمرتو سخون نتحرق هكذا. خلطنا كل شيء مع بعض، انا ضفت الملح من قبل في البطاطا كي درتها تغلي. درك كما راكم تشوفوا انا عمرتها، درت الفرماج تاعي هكذا، نطويها على هذا الشكل كما راكم تشوفوا، ونبدا نطويها على هذا الشكل هكذا نضيفها هنا في البلا، وهكذا حتى نكمل كامل العجينه نتاع البوراك نتاعنا. دوكا بعد ما عمرت البوراك تاعي، انا دهنته من الفوق بالزيت، عفوا بالبيض، وندير له شويه تاع الزيت غير شويه كما راكم تشوفوا، خاطرش اني نديرو في الفرن يجي شويه احمر الوجه تاعو، الاحمر لي يعني هكذا. نضيفو في الفرن يعني مده 15 دقيقه لانه ما يطولش، انه كل شيء طايب. كما راكم تشوفوا هاي النتيجه، هاو البوراك تاعي وطابلي في الكوشه بعد ما خرجته، زينته بالليمون والبيريخيل المعدنوس. ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو تاع اليوم، وكل عاده ما تبخلوش عليا بزر لايك، وضعوا لي تعليقاتكم، وان شاء الله الى اللقاء في المره القادمه باذن الله.